إن الدين عند الله الإسلام. وقد جعل الله رب العالمين قبول الأعمال عنده مبنيا على أصلين: أن يكون العمل خالصا لله رب العالمين، وأن يكون على وفق ما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قصد العبد بالعمل غير الله وكله الله رب العالمين إلى من أشرك به، يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري وكلته للذي أشرك. فلا بد أن يكون العمل خالصا لله رب العالمين، ولا بد أن يكون العمل صوابا، بمعنى أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أحدث في دين الله رب العالمين شيئا ولو عده يسيرا فإنه يكون مردودا عليه. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود عليه. فلا بد من توفر الشرطين: أن يكون العمل خالصا لله، أن يقصد به وجه الله تعالى وحده، وأن يكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تخلف الشرطان أو تخلف أحدهما كان العمل مردودا على صاحبه وهو معاقب عليه، لأن من أشرك مع الله غيره صار مشركا، فكل من عبد غير الله فهو مشرك. إذا مات غير تائب من شركه دخل النار خالدا مخلدا فيها أبدا، لأن عبادة غير الله شرك بالله، والله رب العالمين لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن أشرك بالله رب العالمين ولم يتب من شركه قبل موته ومات على شركه أدخله الله رب العالمين النار خالدا مخلدا فيها أبدا. وأما الأمور التي يصير بها العبد مشركا فكثيرة جدا، وأكثر المسلمين لا يعلمونها: من ذبح لغير الله تعظيما وتقربا إليه خرج من ملة رسول الله، فإن مات على ذلك غير تائب منه دخل النار خالدا مخلدا فيها أبدا. من أتى بناقض من نواقض الإسلام، بناقض من نواقض لا إله إلا الله، ومات على ذلك غير تائب منه دخل النار خالدا مخلدا فيها أبدا، لأن الله جل وعلا لا يغفر الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا مات مشركا بالله عذبه الله رب العالمين، وعمله لا يقبل عند الله جل وعلا. وكذلك من أحدث في دين الله ما ليس منه، الذي يبتدع عبادة يتقرب بها إلى الله بزعمه لا تزيده من الله إلا بعد، وهي مردودة عليه. فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني هو مردود عليه. لو أنه رد عليه وكان كفافا لا له ولا عليه لكان سالما، ولكنه يرد عليه ويعذب على ابتداعه في دين الله رب العالمين. والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، أحب إلى إبليس من المعصية التي ليست ببدعة، فكل بدعة معصية، وليست كل معصية بدعة. الإنسان قد يعصي ربه بغير البدعة، وأما إذا عصى ربه بالبدعة فهذه معصية وبدعة في آن. المعصية التي ليست ببدعة هذه قليلة الشأن عند إبليس بالنسبة إلى البدعة نفسها، لأن البدعة بريد الكفر، فما يزال الرجل يزيد في دين الله رب العالمين حتى يخرج من دين الله. ذهب رجل إلى سعيد بن المسيب فقال له: إني أريد أن أحج، فمن أين أهل؟ قال: من حيث أهل رسول الله وأحرم، من ذي الحليفة أو ما يقال له اليوم أبيار علي، فمن هذا الموضع أحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل
في حجة الوداع، فقال: من حيث أهل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما أريد أن أحرم من عند القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال: أي فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها. فدله على أن من خالف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع في الفتنة، والفتنة إما شرك يحط على قلبه، وإما مصيبة تأتيه يعاقب بها في حياته. فكل عمل لم يكن على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود على عامله، لأن الله جل وعلا لم يردنا مطلق عابدين، يعني لم يرسل إلينا الرسول ليقول لنا: أيها الناس أنتم عباد الله، خلقكم من أجل عبادته فاعبدوه كما يحلو لكم، فليخترع كل منكم عبادة يتقرب بها إلى الله. هل قال لنا النبي ذلك؟ لم يقل لنا ذلك، وإنما أمرنا باتباعه. فالله رب العالمين لم يردنا مطلق عابدين، وإنما أرادنا عابدين له على النحو الذي شرعه لنا. ولذلك دين الإسلام مبني على أصلين: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فهذان أصلان هما أصل دين الإسلام العظيم: ألا يعبد إلا الله، توحيد الله رب العالمين وقصده بالعبادة وحده، وألا يعبد الله رب العالمين إلا بما شرع. فمن عبد الله رب العالمين مخلصا في عبادته بغير ما شرعه الله رب العالمين فلا يكون قد حقق الأصل الثاني من أصلي دين الإسلام العظيم، وعمله مردود عليه. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحقيق هذين الأصلين، وأن يجتهد في معرفة حقيقة الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدعو الناس إلى إثبات وجود الله، لأن الكفار كانوا يثبتون وجود الله. ما كان أبو جهل ولا أبو لهب ولا كان الصناديد من المشركين الكافرين يدعون أو يزعمون أن هبل أو اللات أو منات أو العزة، أن شيئا من تلك الأصنام يخلق ذبابة أو يرزق أحدا أو يدبر أمرا. الكفار كانوا يثبتون ذلك، يعلمون، بل يقرون كما ذكر القرآن العظيم في مواضع أن الكافرين لو سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، من يدبر الأمر لا يقولن الله، من يرزقكم ويرزق المخلوقات يقولون الله رازقنا ورازق المخلوقات. فلماذا كانوا كافرين إذن؟ لأنهم صرفوا العبادة لغير الله. كثير من الناس يحسب أنه إذا أثبت وجود الله رب العالمين وعبد غيره فهو مسلم، من عبد غير الله فهو كافر مرتد، فهو مشرك، وإذا مات على ذلك دخل النار خالدا مخلدا فيها أبدا. لأن الكافرين كانوا يثبتون وجود الله ويقولون هو الخلاق العظيم والرزاق الكريم، وهو الذي يدبر الأمر، وهو الذي يحيي ويميت. فالمخالفة منهم في أي شيء؟ في صرف العبادة لغير الله، يعبدون غير الله أو يعبدون الله ويعبدون غيره، لأنهم كانوا يحجون. ولكنهم كانوا في التلبية يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. فكانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، وكانوا يحبون الله ويحبون معه سواه، فأشركوا في المحبة، فجعلهم الله كافرين مشركين مخلدين في النار. لماذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار؟ هل لأنهم ينكرون وجود الله؟ أبدا، لأنهم كانوا يثبتون وجود الله وأنه هو الخلاق وهو الرزاق وهو المحيي وهو المميت والذي يدبر الأمر، يثبتون ذلك لله، ولكنهم يصرفون العبادة لسواه. أجعل الآلهة إلها واحدا، هم يريدون عبادة الله وعبادة سواه لتقربهم آلهتهم إلى الله رب العالمين زلفا.
وليتخذوا تلك الآلهة شفعاء لهم عند الله، فقاتلهم الرسول وأباح الله له دماءهم وأموالهم ونساءهم وذراريهم ودورهم وأرضهم، وهم مخلدون في النار لأي شيء. ينبغي أن تعرف موضع النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم والكافرين، لأنك تحسب أنك قد أحكمت الإسلام إحكاما وقد لا تعلم منه شيئا، بل تنقضه في الصباح وفي المساء. هذا أمر كبير أيها الأحبة، ينبغي علينا أن نتعلمه، لأنه لأجله خلقنا الله. ودعك من كثرة الكلام والتضليل الذي يضللك به كثير من المتكلمين في الدين، هم غششة يغشون المسلمين ولا يدلونهم على الحق المبين الذي بينه الله في كتابه وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم واضحا صريحا في سنته. فدعك منهم وتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يرعاك ويسدد خطاك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.